وقت مستقطع يطلبه مدرب سبورتينج مكنين التونسي. المدرب التونسي زهير بن مسعود إذن يطلب أول وقت مستقطع في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول. إذن ينتهي الوقت المستقطع الأول لنادي سبورتينج مكنين التونسي في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول. ما زال التعادل 5-5 بين العربي القطري وسبورتينج مكنين التونسي في لقائهم الثاني أو لقائهم الأول عفوا اللقاء الثاني في برنامج اليوم. سبق هذا اللقاء لقاء جمع ساقية الزيت التونسي وفاز على أمل سكيكدا الجزائري بنتيجة 24-23، ولكن كان ضمن المجموعة الأولى. هذا اللقاء يأتي ضمن المجموعة الثانية. معتصم، برافو، دخول على معتصم، في تسرع كان من معتصم عبد الواحد كابتن النادي العربي في هذه البطولة. تضيع فرصة التقدم على العربي القطري، محاولات لنادي سبورتينج مكنين التونسي في الجهة اليمنى، التصويب وحذاري من هذه التصويبات المباغتة. هدف يأتي إذن عن طريق محمد رضا اللاعب التونسي رقم 91، يسجل أول أهدافه في اللقاء بطريقة الثبات. إذن حذاري من هذه التصويبات المباغتة، كرة مباغتة كانت على حسين مراد. تعود الكرة مرة أخرى للعربي القطري، الممثل الوحيد للأندية القطرية بعد اعتذار الأهلي القطري. والعربي هو بطل كأس السوبر في الموسم الماضي أو في هذا الموسم 2018 بوصيف البطولة السابقة. محاولة وهدف التعادل عن طريق باسل الرئيس اللي يعود بعد الإصابة. لاحظ باسل الرئيس، برافو باسل، شوف يعود بعد الإصابة اللي تعرض لها ويسجل هدف أول باسل الرئيس عن طريق مركز الدائرة. 14 دقيقة لعب، كرة لمصلحة سبورتينج مكنين عند اللاعب يانيك. محاولة وخطأ دخول مهاجم، خطأ على نادي سبورتينج، سريعة لعبد الرزاق مراد وفيها إيقاف. إيقاف وكرة خطيرة كانت على عبد الرزاق مراد، قد تصل أحيانا للكرت الأحمر. شوف الحكام وتشاورهم، بالفعل كرت أحمر صحيح وقرار سليم. شوف 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 التدخل الغير مبرر من اللاعب التونسي، وهذه كرة خطرة على لاعب الجناح. شوف هو ما يبغي الكرة، يبغي جسم اللاعب، وبالفعل قرار صحيح من الطاقم الجزائري. برافو الطاقم الجزائري علاء الدين الفارسي وبومدين القهوجي، وإدارة صحيحة حتى الآن وقرار سليم 100 100. ورمية 7 أمتار لمصلحة النادي العربي، والكرت الأحمر اللي يطلع من خلال اللاعب وائل سعد الله. إذن بطاقة حمراء على اللاعب التونسي في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول. سلامات لعبد الرزاق مراد،
من راح يصوب رمية السبع أمتار؟ مصطفى أكراد. يلا يا مصطفى، هدف التعادل 6-6. هل يسجل التقدم العربي؟ ينجح بالفعل مصطفى أكراد. برافو مصطفى، أول أهداف مصطفى في هذه البطولة، وهدف التقدم الأول للنادي العربي 7-6. إذن بعد ما كان سبورتينج مكنينة التونسي متقدم طوال العشر دقائق الأولى، الآن يعود العربي القطري ويتقدم بفارق هدف 7-6 في الدقيقة 14. كرة ومحاولة لسبورتينج مكنين، شوف تقاطعات، يخرج لاعب الدائرة، محاولات وكرة والحكم يشير خطأ على اللاعب التونسي. سريعة إيفان يحاول يلعب الهجوم المرتد السريع، وذلك بسبب النقص العددي، لكن يرتب صفوفه سبورتينج مكنين مرة أخرى، وأيضا عمر عازب يرتب صفوفه لأن عنده لاعب يتم استبداله اللي هو صبحي سعيد اللي ينزل في الهجوم. محاولات للعربي، برافو برافو برافو، حلوة ولكن ما عدت الخط. باسل الريس مرتدة سريعة، أوه. هدف جميل لنادي سبورتينج مكنين، رغم تواجد ثلاث مدافعين من العربي القطري ينجح لاعب سبورتينج مكنين، هذا اللاعب لاعب الجناح رقم 9 بحركة فنية جميلة زبير القوري، يسجل أول أهدافه في اللقاء والتعادل 7-7. مرة أخرى تعود للعربي عند إيفان، مصطفى أكراد، تمريرة لعبد الرزاق مراد، وتصدي من ماجد حمزة، سلامات لماجد حمزة. تدت من وجه ماجد حمزة، بكل تأكيد ما يقصد اللاعب عبد الرزاق مراد. يقوم بالسلامة ماجد حمزة، و 15 دقيقة لعب حتى الآن. مباراة قوية وسريعة بين العربي القطري وسبورتينج مكنين. أعزائي المشاهدين، تأتي ضمن البطولة العربية للأندية أبطال الدوري في نسختها 34 والمقامة في محافظة صفاقس التونسية باستضافة نادي ساقية الزيت، اللي استطاع أن يتغلب على أمل سكيكدا الجزائري في أولى لقاءاته قبل هذا اللقاء، ونقلناها لكم عبر قنواتكم قنوات الكاس، وراح ننقل لكم يوميا لقاءات البطولة العربية للأندية أبطال الدوري. برافو إسماعيل محمد في دربك على الكرة، ولكن يحصل من خلالها العربي القطري على هذه الكرة عن طريق إيفان. صبحي سعيد يهدي كرة طالت من اللاعب يانيك كريستيان، هذا اللاعب الأسمراني المحترف بصفوف سبورتينج مكنينة التونسي. قلت يأتي هذا اللقاء ضمن المجموعة الثانية التي تضم الترجي التونسي، وهو أحد أقوى الأندية في هذه المجموعة، وأيضا الكويت الكويتي، العربي القطري، سبورتينج مكنينة التونسي، واتحاد ورقلة الجزائري. مجموعة قوية إذا نظرنا للأسماء المتواجدة في هذه المجموعة، فرق لها باع طويل وثقلها في دولها. إذا نظرنا للكويت الكويتي، بطل الدوري لسبع مواسم على التوالي، وأحد أبرز الأندية الخليجية الكويت الكويتي، والأندية الكويتية تأتي لهذه البطولة بمشاركة أيضا من السلمية الكويتي بعد غياب طويل من الإيقاف الدولي. صبحي سعيد يحصل على إيقاف لمدة دقيقتين، شوف الشد أثناء التصويب، وهو قرار صحيح أيضا من الطاقم الجزائري. 7-7، محاولة تونسية على الجهة اليمنى، وبنفس الطريقة التصويب بالثبات من محمد رضا. يجب إيقاف هذه التصويبات لأنها مزعجة ومباغتة على حراس المرمى، يعني يا تسوي فاول خارج التسعة يا باسل الريس،
أو إنك تسوي بلوك عليه، لكن تخليه يصوب من الستة أمتار بهذا الشكل كل تأكيد من الكرات الصعبة على حراس المرمى. وليد بومعرف ينزل بدلا من عبد الرزاق مراد، أيضا حسام رماني ينزل في هذه اللحظات، مصطفى كراد، حسام لاعب منتخبنا ونادي قطر القطري، معار أيضا في هذه البطولة للنادي العربي، استعان بثلاث لاعبين العربي هم حسام رمان وصبحي سعيد وعبد الرزاق مراد. كرة كانت بعيدة عن المرمى من زبير القوري لاعب الجناح التونسي اللي صوب الكرة من زاوية ضيقة. هنا حوار بين أخطر لاعبين سبورتنج مكنين، اللاعب رقم 15 علاء مصطفى، 4 أهداف لهذا اللاعب من 7 أهداف سجلهم نادي سبورتنج مكنين، أو 8 أهداف، العربي هو اللي سجل 7 أهداف فقط. محاولات للعربي، معتصم عبد الواحد، وليد، معتصم، محاولات، كرة طويلة لكن يرجع ياخذها مرة ثانية، تمريرة غير متقنة ومقطوعة من دفاعات نادي سبورتنج مكنين، عدي على خير هذه الكرة من اللاعب يانيك كريستيان، ثاني كرة يصوبها خارج المرمى، تعود مرة أخرى، يبدأ يرتب صفوفه صبحي سعيد، يرجع بعد الإيقاف لمدة 2 دقيقة، باسل الرئيس، إصابة قوية كانت على مستوى الرأس بعد التصويبة اللي كانت من يانيك كريستيان، لكن يعود بعد الإصابة، تم إجراء اللازم للاعب باسل الرئيس. محاولات صبحي سعيد، خطوة إشارة المشي 4 خطوات من الحكم ولكن كان فيها خطأ قبل المشي، باسل تنفذ، صبحي سعيد، يلا يا صبحي، حلوة حلوة، ولكن أيضا مشي 4 خطوات وخطأ على نادي سبورتنج لمصلحة العربي. صبحي سعيد يحاول خداعاته مباغتة، كرة تطول، تطلع رمية جانبية لمصلحة العربي عند إسماعيل محمد، إسماعيل، باسل، رمية 7 أمتار، إشارة الحكم بالدفاع من داخل المنطقة كان على محمد رضا، تغيير في حراسة المرمى، خروج ماجد حمزة، وراح ينزل الحارس الثاني لنادي سبورتنج مكنين حسام رمان. يلا يا حسام، ثاني رمية 7 أمتار، برافو، بنفس الطريقة بطريقة اللب، رميات 7 أمتار مهمة بكل تأكيد. حسام رمان إذا يسجل أول أهدافه مع العربي القطري، العربي سجل هدفين من رميات 7 أمتار. تمريرة لكن مقطوعة من إسماعيل محمد، رمية حرة عند معتصم عبد الواحد، يلعبها حسام رمان، ياخذ وضعيته ولكن استعجل فيها حسام رمان. شوف ماجد حمزة يتصدى لكرة حسام رمان والميلان، وبرافو حسين مراد، حلوة من حسين مراد، تصدي ممتاز كان من حسين مراد لكرة اللاعب علاء مصطفى، هذا حسين مراد، برافو حسين، بداياته كانت مع الأهلي القطري منذ البراعم، احترف لأكثر من 4 مواسم أو 5 مواسم مع الريان القطري، والآن هو لثاني موسم مع النادي العربي. صبحي سعيد، حسام رمان إلى وليد بومعرف، وليد تنفذ رمية حرة، نلعب في دقيقة 23 من زمن الشوط الأول، شوط أول قوي، صبحي سعيد
شوف كرات النادي العربي وقراءة ممتازة من هذا الحارس الذكي حقيقة ماجد حمزة من أبرز الحراس في المنتخب التونسي. ماجد حمزة تلعب لنادي سبورتينج مكنين التونسي، محاولة كرة والبحث عن لاعب الدائرة، رمية حرة لمصلحة سبورتينج مكنين عند اللاعب أشرف العطاوي إلى علاء مصطفى. مرة أخرى أشرف العطاوي يحاول سبورتينج مكنين وهو نفس اللاعب اللي كان مراقب والآن نجح علاء مصطفى من تسجيل 5 أهداف الشخصية. شوف التحرك بدون كرة لعلاء مصطفى وما في أي مقابلة من دفاعات النادي العربي، وهذا بكل تأكيد يشكل خطورة كبيرة على حراسة المرمى للعربي القطري في الدقيقة 23. ينتهي إذن الوقت المستقطع للعربي. محاولة صبحي سعيد، هدف جميل من حسام رمان بمجهود شخصي واختراق. كرة تعود ل سبورتينج مكنين، محاولات على الجهة اليسرى، شوف التحرك السريع يحاول سبورتينج مكنين، هو نفس اللاعب برافو حسين مراد، وتصدي على مرحلتين برافو من حسين مراد حارس مرمى النادي العربي حسام رمان. تغيير لهجوم النادي العربي بخروج معتصم ونزول لصبحي سعيد. مرة ثانية مصطفى كراد، ندخل في آخر 5 دقائق، كرة عند صبحي سعيد، محاولات باسل الريس، برافو يا باسل، هدف جميل لباسل الريس، هدفين من مركز الدائرة، برافو، تمريرة ذكية كانت من صبحي سعيد لباسل الريس، والعربي يتقدم الآن 10-9 لنادي سبورتينج مكنين. تغيير في الدفاع، نزول ثامر علي ومراقبة على اللاعب علاء مصطفى. حسين مراد، برافو حسين، إيقاف دقيقتين على من؟ راح نشوف إيقاف دقيقتين على من؟ على ثامر علي، بكل روح رياضية يعتذر ثامر علي بالفعل. شوف تدخل على اليد المصوبة، قرار صحيح، وهذه من الأخطاء التي يقع فيها المدافعين عادة، والذهاب على اليد المصوبة تصويبة، برافو صبحي أو حسام رمان، بلوك جميل من حسام رمان وتعود سهلة لحراسة المرمى لحسين مراد، راح ينظم هجمته في تغيير على مستوى الهجوم، نزول لعبد الرزاق مراد بدلا من وليد بو معراف أو صبحي سعيد في نقص عددي. هل يشرك لاعب بدلا من حارس؟ لا، ما يشرك لاعب بدل حارس المدرب عمر عازم.
حسام رمان، تصويبه لكن سهلة يا حسام، وقاريها بشكل ذكي ماجد حمزة. شوف رايح للزاوية اللي مصوب فيها حسام رمان لثاني مرة بنفس الطريقة، يتصدى لكرة حسام رمان، والزاوية معروفة لحسام رمان. برافو حسين مراد، يتصدى لكرة اللاعب زبير القوري لاعب الجناح لنادي سبورتنج مكنين. ترجع مرة ثانية لسبورتنج مكنين، هل يسجل هدف التعادل ويستغل النقص العددي؟ راح نشوف كرة تونسية، يبحث عن لاعب الدائرة، دفاع قوي. برافو باسل الرئيس. تلعب الكرة لمصلحة سبورتنج مكنين التونسي، علاء مصطفى، تمريرات والتسلسل وهدف، وفيها عقوبة يا باسل، فيها عقوبة. نعم أعطى إتاحة الفرصة وتم تسجيل هذا الهدف من اللاعب التونسي ورجع للقرار. إذن باسل الرئيس، شوف التدخل أثناء التصويب على اللاعب التونسي، بالتالي الفرصة وتم تسجيل هذا الهدف من اللاعب التونسي ورجع للقرار. إذن باسل الرئيس، شوف التدخل أثناء التصويب على اللاعب التونسي، بالتالي يتعادل الفريق التونسي لنادي سبورتنج مكنين. مباراة صعبة ولقاء أول، وعادة اللقاء الأول لكل نادي في أي بطولة يكون حذر وصعب نفسيا يكون لجميع اللاعبين. إذا عد الفريق على خير من أول مباراة راح يدخل في أجواء البطولة تدريجيا من مباراة إلى مباراة. جدول البطولة صعب ومتعب، أيضا العربي عنده مباراة غدا. هنا يعود معتصم مرة ثانية في الهجوم، في إيقاف وإنذار ثالث يبدو لي وأخير على نادي سبورتنج مكنين. تلعب الكرة لصبح سعيد، حسام رمان يحاول مرة ثانية النادي العربي، حسين الغصاب هو من حصل على رمية أو الإنذار. مصطفى كان يطالب بعقوبة ونجح مصطفى كراد من تسجيل ثاني أهداف الشخصية وهدف التقدم للعربي. 11-10 آخر دقيقتين من زمن الشوط الأول. أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان، لقاء يجمع العربي القطري وسبورتنج مكنين التونسي ضمن البطولة العربية للأندية أبطال الدوري في نسختها 34 والمقامة في محافظة صفاقس التونسية باستضافة ساقية الزيت التونسي. محاولة كانت من صبح سعيد ولكن كالعادة حراسة متميزة وبارعة من الحارس المعروف ماجد حمزة حارس المنتخب التونسي، يلعب في هذه البطولة مع سبورتنج مكنين. محاولات تونسية للتعادل مع نهاية الشوط الأول، ينجح إذن سبورتنج مكنين عن طريق اللاعب رقم 77 محمد علي، يسجل أول أهداف محمد علي بعد ما تم استبداله مع اللاعب زبير القوري رقم 9 هو اللي كان يلعب في هذا المركز الجناح الأيمن. يعود مرة أخرى عبد الرزاق مراد في الجناح الأيسر لتشكيلة النادي العربي. صبحي سعيد، تمريرات، يلا يا عبد الرزاق، حسام رمان، صبحي سعيد، مصطفى كراد يحاول سريعة لعبد الرزاق مراد وماجد حمزة. ماجد حمزة هو عنوان الشوط الأول إذن في هذه المباراة حتى الآن، اللي شكرا لزميلي سهيل بن عمر وشكرا للكباتن المحللين الكرام الكابتن معز بن شويخة والكابتن عادل ثاني. نعود معكم أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان
وشوط ثاني جمع العربي القطري وسبورتنج المكنين التونسي. اذا شوط انتهى بتعادل الفريقين 11-11. شوط قوي كان برز من خلاله من السبورتنج المكنين التونسي الحارس ماجد حمزة وأيضا اللاعب رقم 15 علاء مصطفى، والعربي القطري برز من خلاله اللاعب باسل الرئيس وصبحي سعيد وأيضا الحارس حسين مراد. إذن تعادل 11-11. وصيف النسخة السابقة العربي القطري وبطل كأس السوبر في أولى لقاءاته في هذه البطولة مع سبورتنج المكنين التونسي، وهذا الهدف الأول لنادي سبورتنج المكنين. من أخطر لاعبين سبورتنج المكنين هو اللاعب علاء مصطفى اللي سجل الهدف السادس له شخصيا، وبنفس الطريقة هذا ما تكلم فيه الكابتن معز بن شويخة محللنا القدير. وإذا الأخطاء الدفاعية قاتلة والتصويب بطريقة الثبات من داخل المنطقة تصعب على حراس المرمى. كرة قوية كانت ارتدت من القائم التونسي. محاولة للفريق التونسي، حاولات وهدف مباغت ايضا لنادي سبورتنج مكنين التونسي. لاحظ هذا الهدف المباغت بنفس الطريقه بالثبات 13-11. كره تعود لمصلحه العربي. برافو عبد الرزاق مراد، يا سلام عليك يا برزيق، هدف جميل يسجل عبد الرزاق مراد. 4 أهداف لعبد الرزاق من 7 محاولات. شوف التمريرة الذكية اللي كانت من المحترف إيفان لعبد الرزاق مراد اللي كان قاطع من داخل منطقة 6 أمتار. بالتالي محاولة، برافو، هدف آخر. هناك إصابة، سلامات للاعب التونسي اللي أصيب في الكرة الماضية، لاعب رقم 10 أشرف العطاوي. أربعة عشر 12 لمصلحة الفريق التونسي لنادي سبورتنج المكنين. محاولة لصبحي سعيد، هنا هاني كاخي اللي ينزل هذه اللحظات مع العربي في تشكيلة المدرب عمر عازم. هاني كاخي إذن بدلا من مصطفى كراد، فيرجع الكرة صبحي سعيد. هاني محاولات، صبحي يبحث عن لاعب الدائرة، خطوة رمية حرة لمصلحة النادي العربي. ما زال متأخر بفارق هدفين، انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 11-11. يلا يا صبحي، برافو، كرة جميلة من صبحي سعيد بكل ذكاء، تحرك بدون كرة واستغلال الثغرة من الجناح. الشوط الأول
كان في بطاقة حمراء على اللاعب التونسي وائل سعد الله، والتدخل العنيف اللي كان على عبد الرزاق مراد. مباراة قوية وكل فريق يهم الفوز بكل تأكيد في بداية مشواره العربي باستفادة من خبرته السابقة ومبارياته السابقة في البطولة الماضية، يبحث عن المنافسة عن اللقب كل تأكيد. وسبورتينج أو المكنين التونسي يلعب على أرضه وبين جماهيره بلاعبين صغار السن وبمدرب شاب زهير بن مسعود. هدف جميل لهاني كاخي، أول أهداف هاني، هاني نجم منتخبنا لكرة اليد للشواطئ. كرة سريعة، إسماعيل محمد تطول على إسماعيل، تضيع فرصة هدف التقدم على العربي، ترجع مرة ثانية للفريق التونسي. برافو علي جربة اللي ينزل بدلا من حسين مراد، يتصدى لكرة اللاعب يانيك كريستيان. هذه كرة هاني، والهدف الأخير بطريقة جميلة باغتت ماجد حمزة، تدخل مرمى الفريق التونسي. ترجع مرة أخرى باسل الرئيس، يلا يا باسل، سجل هدفين باسل في الشوط الأول. هاني العب، كان عندك صبحي سعيد قاطع، ولو مررته لكان في زيادة عددية في الجهة اليمنى. ترجع عبد الرزاق مراد، ينزل كدائرة ثاني إيفان صبحي سعيد، هاني تمريرات ذكية والتسلسل، وبرافو حلوة، هدف جميل لإسماعيل محمد. برافو إسماعيل، أول أهداف إسماعيل عن طريق الجناح، وبنفس الطريقة بطريقة اللب ينجح من خلالها العربي القطري من تسجيل هدف التقدم الآن. وطلب وقت مستقطع المدرب زهير بن مسعود، وهو الوقت المستقطع الثاني لنادي سبورتينج المكنين التونسي في هذه المباراة. إذن ينتهي الوقت المستقطع الثاني للفريق التونسي في الدقيقة 7 من زمن الشوط الثاني. طلب وقت مستقطع أول كان في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، والآن الوقت المستقطع الثاني لنادي سبورتينج المكنين التونسي. تصويبة والتصدي من علي جربة، كل الشكر للاعب القدير الصحبي بن عزيزة ومدربنا القدير رضا بجاوي على مدي بالمعلومات عن الفريق التونسي لنادي سبورتينج المكنين. هذا النادي اللي قلت حديث العهد بالنسبة للمشاركات العربية، وهو إذا نظرنا للأندية العريقة في الأندية التونسية أو مشاركاتها سواء لنادي ساقية الزيت أو الترجي التونسي أو النجم الساحلي أو النادي الأفريقي، ولكن هذا النادي هو يمد المنتخبات التونسية أو الأندية التونسية للكثير من اللاعبين. زبير
القوري يسجل هدف التعادل وثاني أهداف زبير القوري لاعب الجناح. لنادي سبورتينغ المكني محاولة لصبح سعيد، إيفان حاول يمررها لكن صحوة من دفاعات الفريق التونسي يهدي اللعب. تعادل، ندخل في الدقيقة الثامنة شوط أول. نذكر بمن التحق في هذه اللحظات، انتهى بالتعادل 11-11 لهذا اللقاء الأول لكل فريق ضمن المجموعة الثانية التي تضم الترجي التونسي، العربي القطري، الكويت الكويتي، واتحاد ورقلة الجزائري، ونادي سبورتينغ المكنين التونسي. كرة ترجع مرة ثانية للنادي العربي عند صبحي سعيد. المجموعة الأولى تضم نادي ساقط الزيت التونسي وهو مستضيف هذه البطولة، الاتحاد الليبي، السالمية الكويتية، الخليج السعودي، وأمل سكيكدا الجزائري. قبل هذا اللقاء نقلنا لكم لقاء جمع ساقط الزيت التونسي واستطاع أن يتغلب على أمل سكيكدا الجزائري بنتيجة 24-23. محاولة لعبد الرزاق، كرة ارتدت من رجل اللاعب التونسي، كان فيها خطأ على العربي أو للعربي، وهدف التقدم. عبد الرزاق مراد كان يطالب بخطأ لمصلحته وكان بالفعل لمصلحة العربي، لكن الحكم لم يحتسب الخطأ وسجل هذا اللاعب لواضح على الشاشة زبير القوري ثالث أهدافه الشخصي. 16-15 تغيير على مستوى الهجوم، نزول للاعب القدير والمخضرم فواز المعضادي يلعب هذا الموسم مع العربي القطري. بدأ بداياته فواز مع الأهلي القطري. برافو إسماعيل محمد، تسلسل جميل والإنهاء عن طريق الجناح لإسماعيل محمد، هدفين لإسماعيل محمد. هذا الهدف اللي سجله إسماعيل محمد. محاولات خطأ لكن الحكم يقول ما فيها شيء. ترجع الكرة رمية مرمى لعلي جربة، هاني كاخي، صبحي سعيد، خداع، رمية حرة لمصلحة العربي تنفذ عن طريق باسل الرئيس. كرة وهجمة كانت للعربي لكن مقروءة بشكل ذكي من المدافع التونسي، يخطفها الزبير أو زبير القروي. يسجل رابع أهدافه الشخصية 17-16، ويضطر المدرب عمر عازب من طلب وقت مستقطع ثاني للدقيقة 11 من زمن الشوط الثاني بعد ما حس ان فريقه بدا رتمه ينزل واخطاء كثرت في الدفاع وفي الهجوم للنادي العربي. ينتهي الوقت المستقطع
تعود الكرة لمصلحة العربي عند فواز المعضادي، تمريرات برافو جميلة، هدف ممتاز بتسلسل جميل للنادي العربي، وينهيه صبحي سعيد بثالث أهدافه الشخصية من خمس محاولات. صبحي سعيد هدف التعادل إذن 17-17. كرة ترجع لمصلحة الفريق التونسي، هنا الهدف اللي سجله صبحي سعيد. محاولات تونسية، البحث عن لاعب الدائرة لكن كان قاطع من داخل المنطقة. ارجع يا علي يا جربة، إشارة الحكم واضحة. لاعب كان قاطع من داخل الستة وإشارة الحكم، هذه الإشارة تعني أن الكرة لازم تلعب يا علي من داخل منطقة الستة أمتار. مباراة صعبة وبدت تشد الآن بعد العشر دقائق الأولى. صبحي يحاول خداع جميل، كان يطالب برمية سبع أمتار لكن الحكم رأى بإتاحة الفرصة، وخدت فرصتك الكاملة يا صبحي سعيد، لكن لو صوبتها بشكل أقوى بشكل جدي أكثر كان ممكن أنك تسجل هدف، واعتمد بأن فيها رمية سبع أمتار عشان كذا صوبها بهذا الشكل، لكن الحكم أعطى إتاحة الفرصة. محاولة عند الفريق التونسي، محاولات، تصويبة من خارج المنطقة قوية من هذا اللاعب اللي واضح على الشاشة اللي هو محمد رضا. شوف تصويبة قوية واعتمد الدفاع العرباوي على البلوك. محمد رضا يسجل هدف من خارج المنطقة. فواز المعضادي راح يجري تكتيك معين، شوف إشارته واضحة لصبحي سعيد. هانيك أخي راح يقطع عبد الرزاق في خطأ، وتعطيل للكرة ودقيقتين على مصطفى أكرم. شوف الحكم يقول له خل الكرة مكانها، راح نشوفها في الإعادة. بالفعل خطأ ما له أي داعي يا مصطفى أكراد، خلاص صفر الحكم، خلي الكورة ما تلف فيها أو تحاول تعطل الهجمة أو الخطأ على الفريق المنافس. بالتالي خرج للإيقاف لمدة دقيقتين، يحاول الفريق التونسي وبالفعل يسجل من خارج المنطقة اللي هو علاء مصطفى. سبع أهداف لهذا اللاعب من 11 محاولة، أبرز لاعبين نادي سبورتنج المكنين اللي هو اللي واضح على الشاشة علاء مصطفى. لاعب قوي، مصوب، ذكي، عنده ميلان، عنده خداعات جميلة وعنده دقة في التصويب، هذا اللاعب اللي هو علاء مصطفى. بالتالي مسجل سبع أهداف حتى الآن، مقطوعة بشكل ممتاز لاعب زبير، هجمة مرتدة، خطأ وفاول تكتيكي من عبد الرزاق مراد وفواز المعضادي. رمية حرة للفريق التونسي اللي متقدم بهدفين. كثرة الأخطاء الآن من لاعبين النادي العربي. علاء مصطفى التمرير لكن تطول، ولامست الدفاع العرباوي من هاني كاخي، جانبية تلعب في نقص عددي في صفوف العربي. إيقاف لمدة دقيقتين، تصويبة لكن هدي يا علي يا جربة، عندك نقص عددي، ليش تركض وتستعجل وتروح تجيب الكورة؟ يجب أن يكون اللاعب ذكي في هذه اللحظات أو في حالة النقص العددي. فواز المعضاد، هاني كاخي، هنا ينزل إسماعيل محمد، مصطفى أو صبحي سعيد،
زعلان صبحي، كان يطالب برمية سبع أمتار، لكن الحكم يشير بأنها مشي بالكرة، ما شفناها في الإعادة. تمريرة والحكم يقول ما فيها شيء، كرة سريعة وهدف لمصلحة النادي التونسي لسبورتينج المكنين. كان يطالب صبحي سعيد أو النادي العربي بخطأ لمصلحته على الجهة اليسرى، لكن الحكم يقول ما فيها شيء. تمريرة كانت لباسل الرئيس 20-17. صبحي، فواز المعضاد، هاني، مرة أخرى هاني كاخي يبحث عن باسل الرئيس، محاولة إسقاط على مركز الدائرة، رمية حرة تنفذ بالمنتصف إلى الجهة اليسرى مرة ثانية على اليمين هاني كاخي، إسماعيل محمد، تقاطعات في الخط الأمامي للنادي العربي والتدخل ورمية سبع أمتار ثالثة للنادي العربي اللي متأخر بفارق ثلاث أهداف. 20-17، ندخل في دقيقة 18 من زمن الشوط الثاني، وهاني كاخي هو من راح يسجل رمية السبع أمتار. برافو هاني، ينجح هاني كاخي من تسجيل ثاني أهدافه الشخصية والهدف الثالث من خلال رميات السبع أمتار ناجح للنادي العربي، يقلص به الفارق إلى هدفين 20-18. كرة لمصلحة سبورتينج المكنين التونسي عند أشرف العطاوي، محاولات، برافو علي جربة، تصدي للكرة الماضية، صبحي سعيد، يلا يا صبحي، يهدي صبحي، يحاول يلعب الهجوم المرتد السريع لأن النادي التونسي عنده أكثر من لاعب يتم استبداله في الدفاع والهجوم. برافو إسماعيل محمد، تسلسل والإنهاء من الجناح إسماعيل محمد، ثلاث أهداف ناجحة من الجناح للاعب إسماعيل محمد. برافو سمعة، لاعب مخضرم إسماعيل، لعب للسد القطري لسنوات عديدة و لنادي الأخوية سابقا، وهذا الموسم يلعب مع العربي القطري، وهو من اللاعبين المتميزين إسماعيل محمد، لاعب خلوق يلعب في مركز الجناح. علاء مصطفى اللاعب الأبرز والخطير لنادي سبورتينج المكنين اللي مسجل ثمان أهداف، هذا اللي واضح على الشاشة ويحمل الرقم 15 مع النادي التونسي، 21 هدف لسبورتينج المكنين. هاني كاخي، يلا يا هاني، والله مو بوقتها يا هاني، اللف والكرات هذه مش وقتها، عموما ادخلت عدت على خير هذه الكرة. عشرين للعربي، 21 لسبورتينج المكنين التونسي، محاولات الفريق التونسي، مشي بالكرة بالفعل، أربع خطوات على زبير القوري أو القروي، والله قمنا نلخبط باسمه يا صاحبي بن عزيزة، زبير القوري بالفعل هو اسمه الصحيح. واحد وعشرين عشرين، كرة ضاعت على العربي، فرصة التعادل مرة ثانية، تصويبة ومن خارج المنطقة وهدف رقم 22. تصويبة كانت من محمد رضا، تغييرات يجريها عمر عازب
مدرب العربي على مستوى الهجوم والدفاع. عبد الرزاق مراد في إيقاف للوقت آخر 10 دقائق. ما زال الفريق التونسي متقدم بفارق هدفين. صبحي سعيد، فواز المعضادي مرة ثانية، عبد الرزاق ينزل كدارة ثانية في تكتيك معين يجريه النادي العربي. العب يا عبد الرزاق. باسل كان فاضي وقطع من داخل المنطقة أو لا، تحتسب دقيقتين على ياني كريستيان. شوف التدخل كان من داخل المنطقة من المدافع التونسي، بالتالي رمية 7 أمتار صحيحة وقرار الإيقاف أيضا صحيح من هذا الطاقم الجزائري اللي يدير لقاء اليوم، المكون من علاء الدين الفارسي وبومدين القهوجي من الأطقم المتواجدة، طقمين من تونس وطقم من السعودية وطقم من الكويت وطقم من البوسنة يشارك في إدارة وتحكيم هذه البطولة العربية في نسختها 34 التي يستضيفها نادي ساقط الزيت بولاية صفاقة التونسية خلال الفترة من 19 حتى 29 من ديسمبر الجاري، بمشاركة 10 فرق قسمت على مجموعتين تتنافس في الدور الأول، ثم يتأهل 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور الثاني بطريقة راح نذكرها لكم لاحقا. هاني كاخي ورمية 7 أمتار الرابعة للنادي العربي، بالفعل يسجل وينجح من تسجيل الهدف الرابع من خلال رميات 7 أمتار. رميتين كانوا في الشوط الأول ورميتين في الشوط الثاني، ويقلص الفارق هاني كاخي بتسجيله لثالث هدف له شخصيا. تتغير طريقة الدفاع ب4-2. شوف خدوع، يا سلام عليك يا من زبير القروي، كرة جميلة من زبير القروي وخداع مباغت كان على اللاعب عبد الرزاق مراد، وينجح زبير القروي من تسجيل الهدف 23 رغم النقص العددي. يلا يا اسماعيل، برافو اسماعيل محمد، يسجل من خلال الجناح. ما زالت المباراة في الملعب، 8 دقائق في إيقاف الوقت، هنا كرة اسماعيل وهدف الأخير اللي سجله عن طريق الجناح. في حوار، وهذا رضا المناعي عضو اللجنة التنظيمية، حوار بين الحكم واللاعب صبحي سعيد، هذا رضا المناعي. رئيس لجنة المسابقات الاتحاد العربي ومراقب اللقاء محمد الألفي من مصر، وإيقاف للمباراة لا ندري السبب، ولكن في حوار بين مراقب اللقاء والحكام، ويبدو بأن هناك مشكلة في المدرجات من الجماهير المتواجدة في صالة البجاوي التي تستضيف هذه المجموعة، المجموعة الثانية،
والتي تضم الترجي التونسي، العربي القطري، الكويت الكويتي، وسبورتينغ المكنين التونسي، واتحاد ورقلة الجزائري. هذا المراقب محمد الألفي، نراقب اللقاء، ويتدخل أيضا السيد رضا المناعي رئيس لجنة المسابقات والاتحاد العربي لحل المشكلة التي ربما وقعت من بعض الجماهير المتواجدة في هذه الصالة. عموما ننتظر استئناف اللقاء، وكان هناك تأخير أيضا في المباراة الأولى أو في المباراة الثانية، وتأخير بداية كل لقاء تقريبا لمدة ربع ساعة. نتمنى ألا نشاهد في المباريات القادمة أو في الأيام القادمة لهذا التأخير في بداية اللقاءات. يستأنف اللقاء إذن، والكرة الآن لمصلحة الفريق التونسي لنادي سبورتينغ المكنين التونسي. كرة عند علاء مصطفى هداف الفريق التونسي بتسجيل ثمان أهداف، محاولات عند محمد رضا إلى علاء، تصويبة وبرافو بلوك جميل، وكرة من المرمى للمرمى، وبكل ذكاء برافو علي جربة حارس مرمى النادي العربي ومنتخبنا الوطني للشواطئ، يسجل هدف التعادل وهو هدف مهم بكل تأكيد في الدقيقة 23، يسجل الهدف 23 أيضا، وهدف التعادل يأتي لمصلحة النادي العربي. كرة تعود لنادي سبورتينغ المكنين التونسي بعد ما كان متقدم بفارق ثلاث أهداف، إشارة الوقت السلبي، يحاول ست تمريرات، هل ينهيها بتصويبة؟ بالفعل الكرات المباغتة سجل أكثر من هدف الفريق التونسي بهذا الشكل بالثبات، وهي كرات صعبة كما ذكرنا بالنسبة لحراس المرمى محمد رضا. إذن لاعب النجم الساحلي المعار لنادي سبورتينغ المكنين في هذه البطولة يسجل هدف التقدم. تلعب صبحي سعيد، يلا يا هاني، كرة مقطوعة ورمية جانبية لمصلحة العربي القطري عند هاني كاخي، يطالب بإيقاف الوقت واستبدال الكرة من حقه، يأخذها الحكم، راح يبدل الكرة، قد تبتل أحيانا الكرة، وذلك بوضع لأن اللاعب يضع مادة الصمغ الطبيعية، بالتالي إذا لامست أي مادة رطبة يجب تغيير الكرة أو تنشيفها. عموما صبحي سعيد، إشارة الوقت السلبي حاضرة، هاني كاخي، يلا يا هاني، حاول، أهلي يسجل هدف التعادل للنادي العربي. باسل الريس إلى صبحي سعيد، تصويبة قوية وهدف جميل، برافو صبحي سعيد، هدف مباغت، أربع أهداف من سبع محاولات لصبحي سعيد. شوف الكرة قوية من خارج المنطقة وحوضية جميلة كانت مباغتة من المحترف التونسي في صفوف العربي القطري القادم من الغرافة أو المعار من الغرافة. صبحي سعيد يسجل هدف التعادل 24-24، ندخل في آخر أربع دقائق ونصف. كرة عند سبورتينغ المكنين التونسي، محاولات الزبير، تصدي برافو من علي جربة، فدائية كبيرة من ثامر علي، أو برافو ثامر، الفعل يرتمي بكل فدائية ثامر علي، ويستحوذ العربي مرة أخرى على الكرة، فرصة لتسجيل هدف التقدم، كرة عند صبحي سعيد، يبدأ ينظم هجمة العربي، عبد الرزاق مراد إلى صبحي، فواز المعضادي صانع الألعاب، بعد ما نزل تغير شكل الفريق في صناعة الألعاب، هاني كاخي، تصويبة قوية، برافو هاني كاخي، تصويبة من خارج المنطقة،
يسجل هدف التقدم 25-24. برافو هاني، شوف لعباته هاني يصوبها في آخر لحظة وهو نازل، وهذا ذكاء كبير من هاني كاخي. كرة ترجع للفريق التونسي عند علاء مصطفى، حذاري من هذا اللاعب رقم 15، يسجل منها الفريق التونسي عن طريق محمد رضا. محمد رضا أيضا لاعب خطير، ومنذ نزوله استطاع أن يسجل أهداف عديدة. محمد رضا المعار من النجم الساحلي. 25-25 آخر 3 دقائق على نهاية اللقاء. إيقاف للوقت. مباراة قوية ومتكافئة، وهذا طبيعي، أول لقاء لكل فريق. راح نشاهد مستوى أعلى بكل تأكيد باليوم الثاني أو الثالث أو مع الدور الثاني وكشف الأوراق. هناك أكثر من لاعب أيضا لم يشارك مع العربي. صبحي سعيد يحاول تصويبه لكن سهلة. يا صبحي يا سعيد، كرة تطول وتعدي على خير. انهدي يا صبحي، خذ وقتك في الهجوم. زعلان ماجد حمزة. ترجع مرة ثانية للعربي عند هاني. فواز ياخذ وقته، فواز المعضادي إلى هاني كاخي في المنتصف على الجهة اليسرى. صبحي في تنفيذ لخطة معينة من فواز المعضادي. صبحي يبحث عن لاعب الدائرة، يلا يا باسل، اوه تصدي، متابعة، برافو. كرة ترجع مرة ثانية للعربي، ارتدت من رجل اللاعب التونسي، ترجع مرة ثانية وفرصة مرة أخرى للعربي عند صبحي سعيد. ركز يا باسل يا ريس، كل كرة ببطولة الآن، كرات مهمة. إشارة الوقت السلبي، فواز المعضادي محاولة بالجهة اليسرى وخطأ ورمية حرة. تلعب صبحي تصويبة لكن استعجل فيها صبحي سعيد، ارتدت من دفاعات الفريق التونسي لنادي سبورتنج المكنين. ترجع الآن الكرة لمصلحة سبورتنج المكنين. هذا ماجد حمزة اللي تصدى لكرة باسل الريس وأضاع هدف محقق على العربي من باسل الريس. فواز المعضادي ورقابة لصيقة على أخطر لاعبين سبورتنج المكنين اللي هو علاء مصطفى. كرة عند علاء مصطفى، يحاول على آخر 50 ثانية ووقت مستقطع أخير يطلب المدرب زهير بن مسعود مدرب نادي سبورتنج المكنين، وهو الوقت المستقطع 23 في الدقيقة 29، والعربي متبقي له وقت مستقطع 23 بكل تأكيد راح يطلبه بعد نهاية هذه الهجمة. بكل تأكيد راح ننتظر ثواني قليلة. تكتيك وخطة يشرحها المدرب زهير بن مسعود للاعبينه، هل تنجح بتسجيل هدف التقدم لنادي سبورتنج المكنين التونسي اللي فاجأ العربي القطري حامل لقب بطل كأس السوبر العربي ووصيف البطولة السابقة. مباراة صعبة بكل تأكيد على العربي من هذا النادي المفاجئ حقيقة اللي هو سبورتنج المكنين بلاعبين شبان باغتوا، لاعبين مخضرمين إذا نظرنا للأسماء المتواجدة في العربي أو الأسماء المتواجدة لنادي سبورتنج المكنين. عموما
راح ننتظر ونشوف آخر 45 ثانية. كرة لمصلحة سبورتنج المكنين عند الظهير الأيمن علاء مصطفى. زبير القروي خطأ على العربي، هنا طلب وقت مستقطع بكل تأكيد يجب أن يطلبه عمر عازم، بالفعل يطلب وقت مستقطع وهو الثالث والأخير للعربي القطري، ولو خليته شوي آخر 10 ثواني ممكن. الحين فيه 30 ثانية، وأنا أشوف استعجل فيه شوي عمر عازب، كان ممكن يمشي الكرة شوي وتعدي الكرة منتصف الملعب بعدين نطلب وقت مستقطع آخر 10 ثواني عشان ما تعطي فرصة. الآن ممكن يعطي فرصة للفريق المنافس، إذا سجل العربي راح يعطي فرصة أنه يرجع ويهاجم عليه مرة ثانية. عموما وجهة نظر متواضعة مني شخصيا، وبكل تأكيد المدرب عمر عازب هو الأدرى بلاعبينا، وبالورقة الثالثة والأخيرة اللي طلبها وهي الوقت المستقطع الثالث والأخير. كرة لمصلحة العربي 25-25، متبقي 25 ثانية على نهاية اللقاء. راح نشوف حسام رمان ينزل في هذه اللحظات، شوف ماجد حمزة عينه على الساعة وعين على الملعب. صبحي عبد الرزاق راح يرفع الوقت السلبي الحكم، بالفعل يرفع وهذا الصح. صبحي حسام رمان راح يصوب باسل، يا باسل هذه الكرة كان ممكن يستلمها باسل وينتهي. أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان، اللقاء بتعادل الفريقين 5